السلام عليك عزيزي المشاهد، حياك الله في حلقة جديدة من محاكي الحرامي. تناولنا في الحلقة الماضية قضية إيش اللي يقتل الشخص هذا أو الحارس. كان عندنا ميشن وما قدرنا نتخلص من الحارس، يقول يتخلص منه في هذا المكان، ولكن شفنا الحارس ما يطلع من المنطقة هذه ولا عندي أي شيء أقتله. وتوهقت وسألتكم، قلت لكم يا جماعة اكتبوا لي في الكومنت كيف نقدر نتخلص من هذا الشخص. جاني كومنتين، سكوتك قال لي عندك الغاز هذا فجره وراح تقتله. كيف افجر الغاز يا عزيزي؟ انا فكرت فيها ولكن ما اشوف اي طريقه اني اقدر افجر، ما عندي اي ادوات اني اقدر افجر الغاز. اما الظريف هنتر قال لي خل الدرون تصقع في راسه وكذا شرطتها جالس يطقطق، لكن راح نجرب. بما ان عندي الدرون عندي الادوات اللي ممكن نجرب فيها، وفوق هذا راح اطور الدرون اخليه اكسترا ستيلث هاردر تو نوتس، يعني ما ينتبه لي ابدا، ونسوي له بايب $700. 700 دولار يا هنتر. وعندي فيه تطوير بعد للدرون يطلع لي اماكن اللوت ب 1200، ممكن راح نحتاجه بعدين. 1200 يستاهل يا رجال اشتري. بالنسبه لي انا صراحه انتبهت لشغله ولمحت لكم اياها في المقطع الماضي، اللي هو هذا، ان هذه الاداه الوحيده اللي موجوده من بين الادوات كلها اللي يمدينا شو اسمه، ايوه وش هذا، ATM هاكر. تفكرون باللي افكر فيه يا اخوان؟ طيب نرجع الباطون هذا ونشتريه ب 500 وخلنا نتوكل على الله. عندنا مشنات كذا خفيفه لطيفه، حلو. هذا يبان يكسر الدريشه، وهذا المشن اللي نتكلم عليه يا اخوان اللي في الحلقه الماضيه ما قدرنا نحله. وهنا في مشن جديد AC يونت يبان يكسر المكيف الظاهر. بسيطه يا طول العمر. وعلى المدينه وديني يا اخي، رغم ان الجرافكس بسيط في اللعبه ولكن ضبطوه صراحه، مناظر جميله. حلو. طبعا في كومنت جاني قال لي في بارك ان عندك ليش توقف الحشيش من سكوتك نفسه، فعشان ما تزعل هذا احنا وقفنا. طالع برا، لا شوف ما شاء الله بالملي. نجي للحبيب القلب هذا، هل يمديني وانا في السيارة استخدم درون؟ ما تقدر. طيب ننزل باركن ونجي نحاول فكرة هنتر. حاليا الدرون ستيلث عندي 2000. خربيته، ما توقعته يلف. طيب ايش فيهم وقفوا موتريكا؟ يلا ما عليه، نعطيه المحاولة الثانية. طيب يا اخوان بنزبن هنا على اساس انه ما يشوفني، ونطلع بالدرون. طبعا الحين اغير مكانه. شوف جالس يتلفت، ايوه اصقع راسه. شو ما يمدي يا شباب، نقص راسه بالمروحه كانت فكره حلوه، بس ما يمدي يا هنتر. ايش دخلك انت تبلغ علي؟ ايش دخلك انت؟ ها؟ ايش دخلك انت؟ الحين نجي يا اخوان نتفاهم معه بايش؟ نتفاهم معه بهذا، اجلد عينه. ايوه شوف كيف، وين شوف وين واقف الحين؟ الحين هو يناظر هنا ولا يناظر هناك؟ اتوقع يناظر هناك، ان شاء الله انه يناظر هناك. ايوه حلو، كانه سمعني، راح لف وجهنا. نفتح اللوك، حلو. افتح بشويش وامسك هذا وانزل، ابعد من الكاميرا، ابعد كل البعد من الكاميرا. خرب بيتك. ايوه بس، والحين يمديك تسرقه؟ ما يمديك تسرقه، انحاش من الشرطة. بسرعة 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 بسرعة. نحشة والله نحشة. هذا هو الحل يا اخوان. انا لمحت لكم، والله لمحت لكم، جبت لقطة وعرفت فيها ولكن سكت، قلت خلهم خلهم نشوف ابداعات الشباب في الكومنت، لكن يقهرني انه ما قدرنا نسرق منه. نرجع الى الشوارع ولا كان اي شيء صار. انا ودي اسرق ATM يا اخوان، انا ودي اسرق ATM. في هنا ATM 24 ساعة فيديو، يا سلام. هذا ATM وانتد، كان يشبه واحد يا اخوان، هذا كريمنال وانتد. 5000 حاطين على راسي. يقول لك سليم تول وايت ميل، ضعيف وطويل وابيض وذكر، يلبس جاكيت شو اسمه من الجلد، حاطين عليه ATM هاكينج طول. هاكينج طول يا اخوان،
اي الشرطي بعد. بسم الله نجرب نسرق البنك. اكسبت. 1 2 3 4 5. خربيت شرطة بسرعة يا اخي. صعب صعب تبديل الارقام. جت شرطة وانا جالس افر. الاثنين مش موجود بالاحمر. ثلاثة موجود. You are under arrest. يا اخي دقيقة دقيقة. والله ينتظر. جزاه الله خير. شرطي ينتظر يا اخوان اكمل المشن. طيب ثواني ثواني بالها تركيز هذه يا اخوان. الحين عندك من 1 إلى 5. ايش الخبصة هذه يا اخوان؟ اوكي هنا تعليمات يقولك الاخضر الرقم صحيح وفي امكانه الصحيح. ما عندي شيء اخضر. عندي اصفر. اصفر يعني الرقم صحيح ولكن في مكان خطأ. يعني الواحد موجود من بين هذا الارقام ولكن يمكن انه يكون هنا يمكن هنا يمكن هنا يمكن هنا. يا شرطي لو سمحت. الاحمر نمبر نوت يوز. يعني اوكي الرقم مش موجود. Do not use same number twice. اوكي لا تستخدم نفس الرقم مرتين. شوي تركيز شوي تركيز في هذه الحلقة معليش. ثلاثة موجود. خلا بنعكس نحط واحد هنا وثلاثة هنا. طيب الحين عكسنا ثلاثة وواحد حطينا هنا. هنا بنجرب رقم 2 و4 مشودين يعني 6. خلا بنجرب 6 وهنا ايش السالفة؟ في وقت في وقت يا اخوان في وقت. انتبهت انا على اخر لحظة في وقت. بس اقسم بالله ان سرقة الـ ATM رهيبة. ما توقعت السرقات تكون كذا فيها لمسة كذا صعبة شوي. دقيقة دقيقة انا يمكن لاني موقف في مكان مال امه داعي. خلنا بوقف في الباركنات. والله ما اتوقع الموضوع عن السيارة الموضوع لانه فيه كاميرا هناك والشرطي متحبس. اتوقع انه مشتبه فيني اوريدي. اي والله مشتبه فيني يخرب بيته. الحين فهمت انا ليش الشرطة دائما اهم شيء التفت منه. دائما الشرطة انها تصيدني من غير لا اسوي شيء لاني خلاص اوريدي حافظيني الحارة. الحارة كلهم حافظيني وحاطين صورتي وحاطين 5000 على راسي. الله الوقفة. الشرطي وين؟ الشرطي هنا. خلنا نلف من وراه. هذا المعضل اللي ما يمدينا نسرقه. بوكت امتي خربيتها. البوكت فاضي. طيب خربته بسرعة. 1 2 3 4 5. 2 1 3 مش موجودين هالمرة. تتغير الأرقام. طيب الاثنين بنجربه هنا في هالمكان. والأربعة موجودة. شوف أنا عندي حركة. بنجرب الاثنين الحين في كل الأماكن بحيث نعرف مكانه. اصبر يا ابن الحلال. ما عدا هذا المكان طبعا لأن هذا المكان مش مكانه. فبنجرب رقم 4 في هالمكان. كسبت. حلو عرفنا مكان 2 و4 غلط. 4 مش موجود لا هنا ولا هنا لا هنا ولا هنا. طيب ممكن ولا هنا. فبيكون 4 يا عندنا هنا يا هنا. اوكي حلو. الحين عندنا خانتين. نجرب رقم 5 مثلا. خلنا بنجرب 5 و5. حلو 4 و5 2 حليناهم. وواحد ما عندنا وثلاثة ما عندنا. يعني عندنا ايش؟ عندنا 6 و7. 6 و7 يا اخوان. 6 و7 يمكن 8 و9. مشكلة الخيارات عندي خلاص. خيارات باقي اخر محاولة. 6 و7. شو هذا الوقت؟ 6. تخيل تضبط. 6 موجود بس في مكان ثاني. يعني اكيد 1000000% بيكون هنا. الحين املنا الوحيد يا يعني نختار رقم 8 او 9 في هذا المكان. تتوقعون 8 و9؟ ما عندنا الا نجرب لان ما جربنا لا 8 ولا 9 هنا. بسم الله. والله علينا. سرقنا الاثنين بس الشرطي ورانا يخرب بيته. ما يمديك تسرق وتاخذ الفلوس على السريع كذا. بس عرفنا نحل اللغز. تقريبا يباني احله في 10 ثواني هذا كله. والله صعب يا اخوان. صعب صعب. الواحد هنا. 1 4 6 حليناهم. 3 ما عندنا. 5 شرطي وراي ما في فايدة. نحط 3 هنا. 4 5 6 ونجرب مثلا 7. شرطي وراي يا رجل اقسم بالله. مسخرة والله يا اخوان. في خلل في خلل في المشن هذا 1000000%. مستحيل في 5 ثواني تخلص اللغز هذا. مستحيل. اتوقع فيه جلتش او في شيء صاير باللعبة. المهم عندنا مشن ثاني. Destroy the AC unit اللي هو في 101. وين 101؟ هذا 101 تقريبا. هذا البيت الوحيد يا اخوان اللي ما جربناه. ودي اجرب موضوع القفازات في هذا البيت.
طيب يا شباب، رجعت للبيت عشان اشتري الكلايمنج لافز، ودي اجربها. وفي شيء ثاني ودي اجرب، ايوه حلو يمديني اشتريه بالفلوس، اللي هو هذا المايكرو كاميرا باختصار، عشان ايش؟ على طول نعرف متى يجون. في حركة ثانية طبعا اللي هي هنا، نشوف متى المية واحد يكونون في البيت $100، بس نجرب الطريقة الثانية. انا والله متحمس الموضوع الكاميرا، يعني اشوف استخداماتها. حلو، زبلنا الكاميرا يا اخوان، والحين الكاميرا بترصد متى يجون للبيت ومتى يطلعون من البيت ومتى ينامون. الظاهر مثل ما تشوفون فوق على اليمين ما في اي معلومات عن البيت هذا، راح ترصد جميع التحركات. الله الله ما وصيك. ها والباركن هنا قريب مننا، نروح نسوي باس تايم، خلنا نرجع لين الساعة 6، عرفت؟ يعني 24 ساعة. شوف يمديك تشوفهم الساعة كم يطلعون. حلو والله باركني ممتاز. شوف الحين منهم اثنين تقريبا، رجال وحرمة. فالحرمة الحين طلعت من البيت، باقي الرجال. والله ما يحتاج لا كاميرا ولا شيء، بس اجلس فرفر كذا. ايش هذا، كلب؟ لا ما اتفقنا. اي والله ما اتفقنا. كويس اني انتبهت، كويس اني انتبهت. هذا الا هذا، ايوه اللحمه والله حاطينها في الديمو مش بلاش. طيب هذا موجود داخل البيت. اوه الزوجه الصالحه في البيت. هذا الكلب وين ال، كيف نسكته؟ ايش يطلع من البيت هذا ولا ايش؟ طيب نرمي لك اياها الحين ولا بعد ما ندخل؟ انا من وين بدخل اصلا؟ انا بتسلق من هناك، فما هو بحولي يا اخي الكلب. يا اخي الساعة 8 الصباح جاي تسرق يا اخي، ما لها داعي. احنا تعلمنا من قبل انها تيجي في الليل، لكن نقول بس يا اخي ايش ردعك انت كنت ماشي هناك؟ طيب نقول بسم الله. هوبا ودخلنا البيت. طبعا الكلب عنده حاسة الشم والاحساس قوية جدا، اكثر من ال، ايوه شوف البيك والاي سي يونت حقهم. هذا شكله صوب الكلب، والله شكله صوب الكلب. اوف شيت، اوف شيت، جاء الرجال. انا الساعة كم الحين؟ اي والله الاثنين موجودين. هلا بالعيال، بس كشفونا. والمكيف، هذا المكيف. طيب كيف يعني لازم ينتبهون لي؟ اول شيء اعطى الكلب اكله. اوه حلو، ما نشوف ما نشوف يا رجال، دام فيها تكسير يعني بالله كيف ما بينتبهون. ولا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. هذا هو، هذا اللي جالس ادور له من الصبح انا، هذا هو هنا. شوف اكسر، اول شيء وقف ونحاش ونحاش ونحاش. خرب بيت الكلب السريع، بس ما حد شاف، ما حد شاف. ايوه شوف، ما بلغوا الشرطه، ما بلغوا الشرطه. بس كان الكلب مفروض اني اسكته، بس اني اعطيه اللحم. السلام عليكم، السلام عليكم. شوف راح يشيك، موضوع اللحمة هذه اللي انا شاريها غابنتني. ارمي لي اياها. الله الله التصويب، والله ولا ناظر فيها حتى. وبعد ما يصيدني ما في، اي أيوة والله راح ياكل. بالعافية بالعافية. وبس يا شباب كذا اتوقع خلصنا الديمو وحللناه، خلاص ما اقدر اطلع باي محتوى زيادة عليه، ولكن كانت تجربة صراحة ممتعة واستمتعت فيها، واتمنى انكم استمتعتوا كذلك. ان شاء الله اذا نزلت اللعبة كاملة راح نلعبها. وبس اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.